الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 24 بعد 300، باب الذكر بعد الصلاة. في الباب 3 أحاديث. أما الحديث الأول فبرقم 81 بعد 300، راويه هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. والمعنى، يحدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر على اختلاف أنواعه، من تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن تسبيح سبحان الله، وتحميد الحمد لله، وتكبير الله أكبر. حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان موجوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم، بعد كل صلاة من الصلوات الخمس. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فرغوا من الصلاة المكتوبة وانتهوا من صلاة الجماعة معه صلى الله عليه وسلم في مسجده، رفعوا أصواتهم بذكر الله مهللين مكبرين، وكان صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. الإمام العيني قال: مثل هذا الحديث يحكم له بالرفع عند الجمهور، بالرفع عند الجمهور، الحديث مرفوع، خلافاً لمن شذ في ذلك، يعني لكن لم يكن جماعياً، بل كان كل واحد يذكر لله الله سبحانه وتعالى على على حدة، كل واحد لوحده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، أي كنت أعرف انتهاءهم من صلاة الجماعة بارتفاع أصواتهم بهذا الذكر، حيث كانوا يذكرون الله بأصوات عالية تسمع من بعيد. الحديث يستفاد منه، استدل بعض السلف الصالح على استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة، وده مذهب الإمام ابن حزم. ابن بطال قال: وأصحاب المذاهب المتبعة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذلك الحنابلة، اتفقوا على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر. وحمل الإمام الشافعي أولا هذا الحديث على أنه جهر صلى الله عليه وسلم لتعليمهم ولم يجهر دائما. ابن القاسم روى عن مالك أن رفع الصوت بالذكر عقب الجماعة أمر محدث، شيء جديد يعني، كما أفاده العيني. الأمر الثاني: مشروعية الذكر بعد الصلاة، مشروعية الذكر بعد الصلاة.